صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. في المقدمة أبارك للعالم الإسلامي وخصوصا لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولادة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكذلك بهذه المناسبة بودي أيضا أن أقدم التعازي لإمام العصر والزمان بمناسبة المصيبة التي حلت بأبناء شعبنا في العراق المظلوم، وهي قضية غرق السفينة وذهاب مجموعة كبيرة من أبناء هذا الشعب المجاهد والمؤمن. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك من أسباب تعجيل الفرج له عليه أفضل الصلاة والسلام. في الواقع هذه الليلة هي ليلة ولادة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأتصور بأنه من المهم أن نقف قليلا عند معرفة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا أنه بمعرفتهم نستطيع أن ننجو من الضلالة، لأنه اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن من هذا البيان وروايات كثيرة في هذا المضمار يتبين لنا حقيقة أساسية، وهي أن الوقوف على معرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينجي الإنسان من الضلالة، وهذا هو نص حديث الثقلين أيضا، حيث نرى بأنه في هذا الحديث: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ومن الواضح أن التمسك بالقرآن والعترة فرع معرفة القرآن والعترة، إذا الإنسان لم يستطع أن يعرف القرآن ما هو والعترة من هم لا يستطيع أن ينجو من الضلالة. من هنا أحاول إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق التي أكون بها في خدمة الإخوة أن أقف على بعض مقامات الحجة المنتظر: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وذلك من خلال الآيات والروايات التي وردت في هذا المجال بنحو الإجمال. نحن نقرأ من مقاطع الزيارة في هذه الليلة المباركة أننا نصف أو نخاطب الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، نقول: نورك المتألق وضياؤك المشرق. هذه من الكلمات التي نخاطب بها الإمام في هذه الليلة المباركة: نورك المتألق
وضياؤك المشرق، إلى أن تقول إلى أن نقول سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم الذي لا يصبو مدار الدهر ونواميس العصر وولاة الأمر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. في هذا المقطع هناك مقاطع أو أمور ثلاثة أحاول أن أقف عليها. المقطع الأول أن الزيارة وأن هذا الدعاء أو هذه الكلمات تصف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه نور الله، نورك المتألق. إذا اتضح أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام نور الله المتألق وضياؤه المشرق، عند ذلك عندما نأتي إلى القرآن الكريم يتضح لنا بأن هذا النور غير قابل للإطفاء. قال تعالى في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نكتة أساسية أكو في ذيل الآية المباركة، التفت بالجمع بين هذا الدعاء أو الزيارة وبين هذه الآية 32 من سورة التوبة، وكذلك الآية 8 من سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بالجمع بين هاتين الآيتين وذلك المقطع من الدعاء أو الزيارة يتضح بأن الحجة أولا هو نور الله، وثانيا أن هذا النور غير قابل للإطفاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذا تجد أن القرآن الكريم عبر عن تلك المحاولات التي تحاول أن تطفئ هذا النور الإلهي، عبر عنها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. لماذا عبر بأفواههم؟ للتحقير وللتصغير، يعني هذا النور الذي أشرقت به السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، كيف يمكن إطفاء مثل هذا النور الإلهي من خلال ماذا؟ من خلال الأفواه. إذن عندما عبرت الآية بأنه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، كأنها تريد أن تقول أنه في قبال هذا النور الإلهي فإن كل المحاولات لا تعدو كونها محاولة من يريد أن يطفئ النور بالأفواه. يعني هكذا هذه المحاولات حقيرة وصغيرة ولا أثر لها. لماذا تعبر الآية مع أن المحاولات لإطفاء النور الإلهي؟ تعلمون أن الجن والإنس مجتمعون على إطفاء هذا النور، أن كل الإمكانات من الطواغيت والجبابرة والمنحرفين مجتمعة على أن يطفئوا هذا النور الإلهي، ولكن القرآن الكريم يعبر عن جميع هذه المحاولات بأنها بأفواههم، والله متم نوره أو ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هسا الآن لا أريد أن أقف عند هاتين الآيتين من سورة التوبة وسورة الصف، أنه لماذا تعبر الآيتين يتم نوره؟ فكأنه هذا النور له مرتبة لا بد أن يصل إلى تمامه، وتمام هذه المرتبة من الواضح هو إقامة العدل في الأرض. بحث
بحثه إن شاء الله في محل آخر. الآن لا أريد أن أقف عند هذه النقطة من الآية المباركة. هذا هو المقطع الأول مما نقرأه في هذه الليلة. المقطع الثاني هو أنه تخاطب الحجة في هذه الليلة، تقول بأنه مدار الدهر. مدار يعني ما يدور عليه الدهر. هسه ما هو المراد من الدهر؟ لا أريد أيضا أن أقف طويلا، ولكن لماذا تعبر هذا المقطع يعبر بأنه مدار يعني يدور حوله؟ من الواضح أن الدوران لا يكون إلا في الدائرة، وإلا إذا كان مربع أو مثلث أو خطوط متوازية لا معنى للتعبير بأنه ماذا؟ مدار ودوران. هسه لماذا يعبرون عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه مدار يعني يدور حوله الدهر؟ باعتبار أنه هو واقع في نقطة مركز هذه الدائرة. لذا قد تسمعون هنا وهناك أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام هو قطب عالم الإمكان. القطب هي نقطة المركز في الدائرة. هسه لماذا يشبهون الإمام أو الأئمة أو الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام بأنها هي القطب؟ كما يقول الإصفهاني هي قطب الرحى في قوسي النزول والصعود. لماذا يجعلونهم القطب، النقطة في محور أو في مركز الدائرة؟ يعني يريدون أن يقولوا أن هذه الوجودات المقدسة نسبتها إلى جميع موجودات عالم الإمكان على حد سواء، لا يوجد بالنسبة إليهم قريب وبعيد، لأن النقطة في المركز نسبتها إلى المحيط هي ماذا؟ متساوية إلى أي نقطة من درجات المحيط. هذا أولا. لماذا يعبرون عنهم بالمدار دائرة؟ باعتبار نكتة، أكو هذه النكتة لعلي أشرت إليها في هذا المكان أو في مكان آخر، وهو أن هذا العالم الذي خلقه الله وهو عالم الإمكان يقسم عندهم إلى قسمين. قسم يسمى عندهم بقوس النزول، وقسم يسمى عندهم بقوس الصعود. هسه لماذا لا يقولون خط النزول وخط الصعود؟ تعلمون إذا صار قوس النزول وقوس الصعود يعني نصف دائرة، النصف الأول للنزول والنصف الآخر ماذا؟ للصعود إلى الله. خب نصفان من الدائرة إذا اجتمعا يحققان ماذا؟ دائرة كاملة. خب القرآن الكريم يؤيد هذه الحقيقة. نعم، القرآن يقول أن كل شيء يبدأ منه ثم ينتهي ماذا؟ إليه. إنا لله وإنا إليه ماذا؟ راجعون. بعد هو الأول والآخر، كما تقرأ في أول سورة الحديد، كل شيء يبدأ منه وينتهي ماذا؟ وينتهي إليه. التفت لي جيدا، إذا فرضنا أن الابتداء منه والتنزل منه على نحو الخط المستقيم، بطبيعة الحال أن الصعود إذا كان بخط مستقيم آخر فإنه يلتقي مع النقطة التي ابتدأ منها أو لا يلتقي؟ لا يلتقي، لأن الخطين المتوازيين مهما امتدا لا يلتقيان. أما إذا فرضنا أن عالم الإمكان على نحو نصف الدائرة نزولا ونصف الدائرة صعودا، فيقينا نقطة الابتداء يمكن أن تكون هي ماذا؟ نقطة الانتهاء أيضا. لذا قال القرآن الكريم هو الأول والآخر، يعني منه يبدأ كل شيء وإليه يرجع كل شيء.
لذا تجد أن العرفاء عندما يصلون إلى هذه الحقيقة يقولون الوصول الغايات هي الوصول إلى البدايات. ما هي غاية الإنسان؟ أن يصل إلى ما بدأ منه، بدأ من الله، وغايته أن يرجع ماذا؟ أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي هذا هو المقطع الثاني مما نقرأه في هذه الليلة. المقطع الثالث: والمتنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. أنت تخاطب الحجة في هذه الليلة المباركة بأنه يتنزل عليكم ما يتنزل ماذا؟ في ليلة القدر. خب تعلمون ماذا يتنزل في ليلة القدر؟ كلكم يعلم في أول أو في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها ها بعد من كل أمر. القرآن الكريم يبين لنا بأن كل أمر يتنزل في ليلة القدر، وبتعبير آية سورة الدخان قال: يفرق فيه كل أمر حكيم. إذن ليلة القدر هي الليلة التي تتنزل فيها الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر. جيد جدا. يقولون في محله أن الألف واللام في اللغة العربية إذا دخلت على الجمع تفيد ماذا؟ تفيد العموم. أنت عندما تقول العلماء يعني مرادك جميع ماذا؟ جميع العلماء. العلماء جمع، فإذا دخل عليها الألف واللام يفيد ماذا؟ يفيد العموم والشمول. الآية في سورة القدر تقول تتنزل فيها الملائكة، فالملائكة جمع ودخل عليها ألف ولام فيفيد ماذا؟ فيفيد العموم، يفيد الشمول، يعني جميع الملائكة يتنزلون على من؟ ها؟ يتنزلون على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن ضمن الملائكة الملائكة المقربون، يعني جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة المقربين، هؤلاء أيضا يتنزلون على الأئمة عليهم، ومنهم على الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. لأنك تقرأ في هذا الدعاء أو الزيارة في هذه الليلة: والمتنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. والذي يتنزل في ليلة القدر هو ماذا؟ هم الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر. خب هنا إذا كان الملائكة جميعا ينزلون على الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نعرف بعض مقامات الملائكة المقربين، التفت إلى القرآن الكريم ماذا يقول في سورة التكوير. قال تعالى يصف واحدا من هؤلاء السفراء المقربين، قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. التفت جيدا، هذه أوصاف ستة يشير إليها القرآن بالنسبة إلى هذا الملك: رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع وأمين. هذه أوصاف يذكرها الله لملك من ملائكته المقربين، وكل وصف من هذه الأوصاف له شأن عظيم في القرآن الكريم: وصف الأمانة، وصف المطاع، وصف المكين له مكانة، أين له مكانة؟ عند ذي العرش. وصف أنه ذو قوة، وصف أنه رسول، وصف أنه كريم، إنه من عبادنا المكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن القرآن عندما يأتي إلى واحد من هؤلاء
السفراء المقربين الذي هو أمين الوحي الجبرائيل يصفه بمثل هذه المقامات. لذا جبرائيل في ليلة المعراج يقول، جبرائيل يقول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن بين الله وبين خلقه 70,000 حجاب. التفت جيدا، وأقرب الخلق إلى الله أي من الملائكة، يقول جبرائيل، أنا وإسرافيل وبيننا وبينه 4 حجب. التفت جيدا، أمين الوحي جبرائيل يقول إن بين الله وبين خلقه 70,000 حجاب، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كلما انتهى إليه بصره، لأنه الله نور السماوات والأرض، والإنسان لا يستطيع أن ينظر في نور الشمس، فكيف يستطيع أن ينظر ماذا؟ في النور الذي تنورت به السماوات والأرض. على أي الأحوال، أمين الوحي جبرائيل يقول إن بيني وبين الله 4 حجب. لذا تجد أن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم عندما انتهى في ليلة المعراج إلى مقام قال له جبرائيل: يا رسول الله تقدم. قال: يا جبرائيل، أفي مثل هذا الموضع تخذلني ولا تكون معي؟ قال عليه السلام: تقدم، فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه. صلى الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. يعني احنا باعتبار ان الاخوه جالسين هنا مضطرين ان وجهنا قد هيجيب راسه، اذا امكن لهم ما يحتاج تمسك مجموعه من الاخوه يجون هنا امامنا يقعدون، حتى احنا ما نحتاج نقعد هي وجهنا بهذا الاتجاه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خير. ولان هذا العدد الكبير بحمد الله تعالى في هكذا ليله مباركه، ويطلب منكم صلاه على محمد ولا احد يصلي على محمد. قال الامام الصادق: قال رسول الله: من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه 1,000 صلاة في 1,000 صف من الملائكة. على أي الأحوال، إذا هذا المقام الذي هو مقام جبرائيل وله هذا المقام، ولكنه يتنزل على من؟ يتنزل على الأئمة، ومن ضمنهم الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك نجد أنه يتنزل على الأئمة. شيخنا إذا يمكن مع اعتذار صلوا على محمد وآل محمد. إذا كان هذا مقام جبرائيل ومع ذلك يتنزل على من؟ يتنزل على الحجة، بل هناك من هو أعظم من الملائكة ويتنزل على من؟ يتنزل على الحجة والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بالروح، فإن الروح موجود أعظم من جميع الملائكة حتى من جبرائيل وميكائيل. لذلك تجد القرآن الكريم ما ذكر الروح إلا وأفرده بالإسم، لم يجعله مع الملائكة بل أفرده من الملائكة. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، أو قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا.
أخفى. إذا الملائكة جميعا يقومون، ولكنه أيضا أفرد ماذا؟ أفرد الروح من بينهم، والروح أيضا يتنزل على الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الآية تقول تتنزل فيها الملائكة والروح. ونحن نقرأ في هذه الليلة والمتنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. هذا المقطع الثالث من هذه المقاطع. المقطع الرابع الذي أريد أن أقف عنده قليلا، وهو أنك تخاطبه بأنه ولاة الأمر، تقول ونظاميس الدهر وولاة الأمر. ما معنى ولاة الأمر في هذا المقطع الذي نقرأه في هذه الليلة؟ طبعا هذا المعنى معنى قرآني، لأن القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الأئمة هم ماذا؟ هم ولاة الأمر، هو ولي الأمر. لكي يتضح معنى هذه الولاية لا بد أن يتضح ذلك الأمر الذي هم ولاته. التفت جيدا، ما معنى أنهم ولاة الأمر؟ لكي يتضح ما معنى الولاية لا بد أن يتضح معنى ماذا؟ معنى الأمر الذين هم ولاته أولي الأمر. إذا لا بد أن نقف قليلا عند الأمر الذين هم ولاته عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمر في القرآن وفي الرواية أطلق بإطلاقات واستعمالات متعددة. تارة يطلق الأمر ويراد من الأمر الشأن السياسي والقيادي لإدارة الأمة. عندما تسمع ولي الأمر أو تسمع هؤلاء ولاة الأمر، مباشرة الذهن إلى أي شيء يتبادر؟ يتبادر إلى القيادة السياسية والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا هو المعنى الذي وقع فيه الخلاف بين أتباع أئمة أهل البيت وبين أتباع الخلفاء. فإننا ذهبنا إلى أن ولي الأمر يعني الذي يحق له أن يقود الأمة وأن يستخلف رسول الله وأن يكون خليفة لرسول الله هو علي أمير المؤمنين، وهم قالوا شيئا آخر. هذا هو الشأن الأول. وجملة من أدلتنا القرآنية والروائية تتحدث عن هذا المقام، منها حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه. مراد من المولوية هنا أو الولاية لا أقل الولاية ماذا؟ الولاية السياسية. ولكنه قد يطلق الأمر ويراد منه شيء آخر، يراد منه الأمر التشريعي لا الأمر السياسي. ما معنى ولاة الأمر؟ معنى ولي الأمر يعني أنه من له حق الأمر والنهي، يعني من له حق ماذا؟ أن يقول هذا واجب وهذا ماذا؟ وهذا حرام، حتى لو لم يكن قائدا سياسيا، حتى لو لم يكن قائدا لإدارة الأمة أبدا، وإنما يعبر عنه أنه له مرجعية دينية، يعني يرجع الناس إليه في أمور دينهم من الحلال والحرام. سؤال، وهو أن هذا الأمر المرتبط بالحلال والحرام هل هو مختص بالله سبحانه وتعالى، أو أن للنبي أيضا شأن في ذلك، أو يوجد للأئمة أيضا شأن في ذلك؟ أي منهما؟ من الواضح بأنه الله سبحانه وتعالى هو الآمر الناهي، هو المشرع، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، هو الذي يقول هذا حلال وهذا ماذا وهذا حرام. ولكن فقط هذا الأمر لا
لله وليس لرسوله أن يدور في ذلك، أو أن هناك دورا من الرسول في هذا الشأن أيضا. خلي أوضح لك القضية شوية أكثر، بمعنى أن كل تشريع يصدر من الرسول من رسول الله فهو مبلغ للوحي عن الله سبحانه وتعالى وليس إلا، أو لا أن هناك دائرة من التشريع رسول الله هو الذي يقول فيها هذا حلال وذاك حرام، أي منهما؟ عندما نرجع إلى الروايات الواردة في هذا المجال نجد بأن هناك روايات عديدة تبين لنا أن رسول الله له دائرة من التشريع مختصة به عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله أذن لنبيه أن يشرع في هذا المجال. انظر إلى هذه الرواية، الرواية عن الإمام الباقر قال وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء، يعني من غير أن يصل إليه أمر ونهي من الله. قال الإمام نعم، ليعلم من يضع الرسول ويعصيه، أي أن رسول الله له دائرة من التشريع مختصة به عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن التفت جيدا، من اعتقاداتنا التي نعتقدها أن الله مشرع للحلال والحرام، وقد أذن لنبيه صلى الله عليه وآله أيضا أن يشرع في دائرة من الدوائر. السؤال الآخر وهو أن هذا المقام مختص برسول الله أو يوجد لغير رسول الله صلى الله عليه وآله؟ التفت جيدا، ذهنك هو لا يستغرب هذا المعنى. إذا نحن ندعي أن النبي الأكرم مشرع في دائرة معينة، وأن الأئمة لهم حق التشريع في دائرة معينة، فإن أتباع الخلفاء يرون أن الخلفاء بل الصحابة جميعا مشرعون، لأنهم يعتقدون بسنة الصحابي، وأن الصحابي إذا قال شيء فقوله ما هو؟ فقوله حجة. نحن طيبنا دائرة التشريع، قلنا أن التشريع مختص بالله وبرسوله وبالأئمة المعصومين، وإلا هم أعطوا حق التشريع حتى لغير المعصوم، لذا ورد عنهم متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب ماذا؟ وأعاقب عليهم. وهذا هو التشريع، التشريع ما هو معنى؟ وهم يقبلون هذا التشريع، يعني تركوا تشريع رسول الله وأخذوا بتشريع ماذا؟ بتشريع من حرم ما أحله رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن الذي قال هذا القول معصوم أو ليس بمعصوم، من الواضح أنه ليس بمعصوم. ونحن عندما نقول أن حق التشريع موجود للنبي الأكرم، فنحن نعتقد ماذا؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هؤلاء معصومون. إذا السؤال المطروح هنا وهو أن حق التشريع هل هو مختص بالله؟ الجواب كلا، فإنه الله يشرع وأذن لنبيه أيضا أن يشرع بعد، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا لهم حق التشريع، وذلك من هذا الحديث، من خلال هذا الحديث المتفق عليه بين الفريقين. قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وهذا المعروف بحديث المنزلة،
وليكن في علم الإخوة أن حديث المنزلة من حيث السند والتواتر أقوى من حديث الغريب. حديث المنزلة أقوى من حديث الغدير، فإن ابن تيمية الذي رفض حديث الغدير لم يستطع أن ينكر حديث ماذا؟ حديث المنزلة، فإنه يقبل حديث المنزلة. التفت جيدا، حديث المنزلة يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فستعال منزلة هارون من موسى، أي منزلة؟ قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري بعد وأشركه في أمري. فهارون شريك من؟ ها؟ شريك موسى. وعلي أيضا شريك ماذا؟ شريك محمد صلى الله عليه وسلم. بنص القرآن الكريم أن هارون كان شريكا لموسى، ومن خلال حديث المنزلة الذي هو حديث متواتر متفق عليه بين الفريقين أن منزلة علي من الخاتم منزلة هارون من موسى، إذا سوف يكون أيضا شريكه في الأمر. فإذا كان شريكه في الأمر، فإذا كان هناك حق للتشريع للخاتم، فهذا الحق أيضا يوجد ماذا؟ لغيره، وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مضافا إلى آية المباهلة: أنفسنا وأنفسكم. فكل ما هو ثابت للنبي ثابت لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام إلا النبوة. وهناك روايات عديدة تشير إلى هذه الحقيقة، منها هذه الرواية القيمة الواردة في هذا المجال أن الله سبحانه وتعالى فوض إلى رسوله أن يشرع، ثم تقول الرواية: وما فوض إلى رسول الله فقد فوض إلينا. يعني نفس تلك الدائرة من المسؤولية والصلاحية التي كانت ثابتة لرسول الله فهي ثابتة ماذا؟ للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومنهم الحجة المنتظر عن أرواحنا لدراهم مقدمهم في الأفداء. إذا المرتبة الثانية التي نعتقدها من الأمر هو الأمر التشريعي، أما المرتبة الثالثة التي نعتقدها، ولا أريد أن أطيل على الإخوة، أما المرتبة الثالثة التي نعتقدها لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هو أنه يراد من الأمر الذين هم ولاته أن كل أمر يراد أن يأتي إلى هذا العالم من رزق وحياة وموت وعطاء ومنع أو أي شيء آخر، فلا بد أن يمر من خلال من؟ من خلال أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي زماننا من خلال من؟ من خلال الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا المعنى قد تستغرب تقول: سيدنا، هذا المعنى من أين تستفيده في الآية المباركة؟ هذا المعنى وهذا السؤال الذي طرحته وجدت هناك روايات متعددة، أخرجت رواية واحدة في هذا المجال وردت في نور الثقلين الجزء الأول صفحة 507 الحديث 359. شخص يأتي إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول له: التفت، أن السائل كان ذكي جدا، قال: يا أمير المؤمنين، ما هو ذلك الأمر الذين أنتم ولاته؟ لأن الآية قالت ماذا؟
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما هو ذلك الأمر الذين أنتم ماذا؟ ولاته، أنت ولي أمره. ما هو ذلك الأمر؟ انظر إلى جواب الإمام أمير المؤمنين، قال عليه السلام: الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرغ فيها كل أمر حكيم. هسه الإمام يبين ما هو المراد من ذلك الأمر، يقول: من خلق أو رزق وأجل وعمل وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض والمعجزات التي لا ينبغي إلا لله وأصفيائه والسفر بينه وبين خلقه. هذا هو المراد من الأمر. إذا من هذا البيان يتضح بأنه تتنزل الملائكة والروح في هذه الليلة وهي ليلة القدر لأجل كل ما يرتبط بنظام عالم الإمكان. إذا من هنا يتضح لنا جواب عن تساؤل طالما يسأله البعض، وهو أنه ما هي وظيفة الحجة في زمن الغيبة؟ إذا كنا نقول أن دور الحجة ينحصر في الشأن السياسي وفي الشأن التبليغي وفي الشأن التشريعي، قد يقول لنا قائل: هذه الأدوار لا يستطيع أن يقوم بها فعلا، فما هو فائدة وجوده؟ أما إذا قلنا أن له أدوار أخرى ومسؤوليات أخرى ملقاة على عاتقه، نرى بعضها ولا نرى البعض الآخر، نقف على بعضها ولا نقف على بعضها الآخر. لذا تجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يشبه، التفت جيدا، عندما يشبه وجود الإمام الحجة يشبهه بماذا؟ يشبهها بالشمس إذا غيبتها السحاب، فإن الشمس تبقى تعطي أثرها، ولكن الإنسان يرى ذلك أو لا يرى ذلك، يتصور أن الشمس عاطلة عن العمل، ولكن الشمس تؤدي دورها في نظام العالم أو لا تؤدي دورها. نعم، قد يكون دورها أقل، ولكنه يبقى للشمس دور وإن كان من خلف السحاب. كذلك الحج عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن الغيبة له وظائف متعددة، ولكن هذه الوظائف إن صح التعبير كما عبرنا عنها في مكان آخر وظائف باطنية، وظائف ملكوتية، وليست وظائف ظاهرية ووظائف يمكن إدراكها بالحواس الظاهرة. جيد جدا، هذا هو الدور الثالث أو المعنى الثالث للأمر. إذن الآية المباركة عندما قالت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مراد مو فقط الإطاعة في البعد السياسي، وليس فقط الإطاعة في البعد التشريعي، بل أعم من هذه الأبعاد التي أشرنا إليها. هنا توجد نكتة لابد أن يلتفت إليها الإخوة، وهي أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أي إمام من الأئمة، طبعا هذه المقامات التي أشرت إليها لا يفرق فيها بين إمام وإمام، جميع الأئمة لهم هذه المقامات، ولكنه سوف تظهر هذه المقامات على يد الحجة بنحو أوضح وأجلى، لا أنها غير موجودة ماذا بالنسبة إلى الأئمة الآخرين. لا، الأئمة الآخرون أيضا لهم هذه المقامات، ولكنه ما ظهرت على أيديهم هذه الأمور وهذه المقامات. ما هو ذلك؟ التفت لي جيدا، ما هي تلك الوسيلة
التي بها بلغوا مثل هذه المقامات، وبها يستطيعون أن يقوموا بمثل هذه الأدوار، وخصوصا هذا الدور الأخير الذي أشرنا إليه وهو الدور الوجودي. ما هو المقام أو ما هو تلك الوسيلة التي بها يستطيعون الوصول أو وصلوا بها إلى هذا المقام، ويستطيعون أن يديروا بها أمر الحياة والموت والرزق وكل شيء؟ هنا القرآن الكريم أيضا أجاب على هذا التساؤل. التفت لي جيدا، القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأئمة يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. التفت جيدا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الأئمة يهدون بأمرنا. فلو سألنا القرآن الكريم ما هو أمرنا، هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الآية تقول يهدون ماذا؟ بأمرنا. فلو سألنا ما هو أمر الله، تجد القرآن ماذا يقول؟ يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عجيب. إذن ماذا يوجد مع الأئمة جميعا؟ يوجد أمر. هذا الأمر هو ماذا؟ مو أمر تشريعي، مو أمر سياسي، مو أمر اعتباري، هو أمر ماذا؟ هو أمر إلهي. والأمر الإلهي ما هو؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالباء في قوله بأمرنا كما يقول أهل التفسير باء المصاحبة، يعني أن الأمر الإلهي يصاحب هؤلاء. يفارقهم أو لا يفارقهم؟ لا، كل شيء يفعلونه بأمر الله سبحانه وتعالى، وأمره ما هو؟ كن فيكون. خب، إذا كان بيدهم أمر وهذا الأمر هو كن فيكون، إذن من الطبيعي أن يستطيعوا أن يكونوا واسطة بين الله وبين خلقه. من هنا هذه بعض المقامات التي ينبغي واقعا لنا أن نقف عندها لمعرفة الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. التفت إلى هذا الدعاء الذي تخاطب به الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الدعاء مو دعائها، إمام يعلمنا كيف نخاطب الحجة. يقول: قل للحجة بهذا البيان. التفت جيدا، كل هذه المعاني التي ذكرناها وذكرها القرآن وذكرتها الروايات، ومع ذلك انظر إلى هذا النص ماذا يقول. يقول هكذا خاطب الحجة: قل السلام عليك، سلام من عرفك بما عرفك به الله. إذن نحن نستطيع أن نعرف الحجة أو نحتاج الله يعرف لنا الحجة؟ ها، التفت، الإمام يقول سلام من عرفك، ولكن كيف يعرفك؟ من عند نفسه؟ يقول لا يمكن لأحد أن يعرف الحجة من عند نفسه، إذا أراد أن يعرفه لا بد أن يعرفه بتعريف ماذا؟ بتعريف الله. السلام عليك، سلام من عرفك بما عرفك به الله. بعد: ونعتك ببعض نعوتك. هذا الذي ورد في القرآن وفي الرواية، الإمام يقول هي بعض ماذا؟ هي بعض نعوت الحجة، وليست هي جميع نعوت الحجة. لذا تجد الإمام هكذا يقول: يقول ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. عجيب وعجيب هذا النص. الإنسان كلما يتدبر في هذا النص
يجد أي مقام هو للحج عليه أفضل الصلاة والسلام، وأي إمام نحن في هذه الليلة المباركة نحاول أن نحتفل بميلاده الملكي غدا، وإلا ميلاده الملكوتي وميلاده في عالم الغيب قبل عالم الدنيا وقبل كل السماوات والأرض، دشأته الدنيوية ونشأته المادية سوف تبدأ من غد، وإلا نشأته الباطنية وحقيقته الملكوتية فوق السماوات والأرض. وكل ما يقال في حقه يقول الإمام هو أنه أهلها، بل هو ماذا؟ وفوقها. وهذا هو معنى تلك الروايات المعروفة بأنه لا تقولوا فينا أربابا وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. لا تصورون بأنه ببناناتكم تستطيعون أن تبلغوا مقاماتنا ولن تبلغوا. لذا الإمام يعبر عنه يقول كل ما وصفك به القرآن الكريم من هذه المقامات أنت أهلها، بل ماذا؟ وفوقها، فوق هذه. لذا عندما تأتي إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في تلك الرواية المعروفة تجد أن الإمام سلام الله عليه يصف الإمام بأوصاف، يقول من أين يستطيع الإنسان بعقله أن يختار الإمام بمثل هذه المواصفات على أي الأحوال. لذا عندما تقرأ في هذا الدعاء والزيارة التي هي أيضا من زياراته عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت أيضا إلى هذا النص. هذا هكذا تخاطب الحجة، تقول أشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب، أشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب فيه. عجيب، أنت ارجع إلى القرآن الكريم لتعرف ما معنى الحق، عند ذلك تعرف وصف الحجة بأنه الحق الثابت، أي شيء يعني هذا الوصف في القرآن الكريم. ومن ذلك تستطيع أن تعرف لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج هكذا يعبر عن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية عن الإمام أمير المؤمنين قال قال رسول الله لما أسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي جل جلاله فقال يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اطلعت على الأرض اطلاعة فاخترتك منها فجعلتك نبيا وشققت لك من اسمي اسما فأنا المحمود وأنت محمد. ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليا وجعلته وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتك وشققت له اسما من أسمائي فأنا العلي الأعلى وهو علي، وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نوركما ثم عرضت ولايتهم على الملائكة فمن قبلها كان عندي من المقربين. عجيب، الآن يتضح لماذا أن بعض الملائكة صاروا من المقربين وبعضهم ليسوا كذلك. يا محمد لو أن عبدا عبدني حتى ينقطع ويصير كالشن البالي ثم أتاني جاحدا، يعني معاندا، ثم أتاني جاحدا لولايتهم ما أسكنته جنتي ولا أظللته تحت عرشي. يا محمد تحب أن تراهم هؤلاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ طبعا أنه ما أسكنته جنتي ولا أظللته تحت عرشي. لا يتبادر إلى ذهنك أن هذا النص فقط من طرفنا، انظر إلى ذيل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هناك الفخر الرازي من الأشاعرة والزمخشري من المعتزلة
كلاهما يقول أنه من أتى الله يوم القيامة جاحدا لهم ولمحبتهم جاء يوم القيامة مكتوب في جبينه أو بين عينيه آئس من رحمة الله. القضية مو فقط هذا التصور نص من عندنا أو أنه هذه من كتبنا، باتفاق الفريقين هذا المعنى وارد. المهم الرواية تقول في ليلة المعراج أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه أتحب أن تراهم، ترى من؟ ترى هؤلاء علي وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام وأمهم. قال رسول الله قلت نعم يا رب، فقال عز وجل ارفع رأسك، فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن. التفت جيدا إلى هذا النص، ومحمد بن الحسن في وسطهم كأنه كوكب دري. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنوار من؟ أنوار علي وفاطمة والحسن والحسين، أنوار أهل البيت، أنوار أصحاب الكساء، ولكن مع ذلك نور الحج في وسطهم كأنه ماذا؟ كأنه كوكب دري. ماذا يوجد في مثل هذا الوجود المقدس الذي سوف يولد غدا في هذه النشأة، يعني في نشأة الأرض؟ قلت يا رب ومن هؤلاء؟ قال هؤلاء الأئمة. التفت جيدا، قال هؤلاء الأئمة في ليلة المعراج هذا الحديث، وهذا القائم الذي يحلل حلالي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي وهو راحة لأوليائي وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين. لذا أنا أريد أن أختم، لم تبقى عندي إلا دقائق، أريد أن أختم حديثي بروايتين أو ثلاثة في هذا المجال. الرواية الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي وسنته سنتي، يقيم الناس على ملتي وشريعتي ويدعوهم إلى كتاب الله عز وجل، من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني ومن كذبه فقد كذبني ومن صدقه فقد صدقني. هذه من كرامات الرسول الأعظم، هذه من إخباراته بالغيب. قال إلى الله أشكو المكذبين لي في أمره، يشكو إلى الله أنهم سوف يكذبونه فيما قاله في الحجة، والجاحدين لقولي في شأنه، بعد أشكو الله ماذا؟ والمضلين لأمتي عن طريقته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ورواية أخرى في هذا الباب عن الإمام السجاد قال تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله، قال بعده بعد رسول الله والأئمة بعده إن أهل بيته إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. اللهم اجعلنا من المنتظرين لإمامته وظهوره. قال أفضل أهل كل زمان لأن الله تعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في مذا في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا.
ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا. ادعو الله أن تكونوا من مصاديق ما يقوله الإمام السجاد. بعد قال: أولئك منا ونحن منهم. عجيب عجيب مقام الشيعة المتمسكون بالحجة في زمن غيبته. أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم ثم طوبى لهم، هم والله معنا في درجتنا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن لا يفرق بيننا وبين القرآن والعترة طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.